أظهر مقطع فيديو لحظة إلقاء القبض على ضابط طيار بالجيش السوري أسقطت طائرته جنوب إدلب، وأظهر المقطع تمكن عناصر من الفصائل المسلحة من الإمساك بقائد الطائرة الحربية الذي يحمل رتبة مقدم قبل أن يقتله بسيارة. وقال المتحدث باسم الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام إن سرية الدفاع الجوي التابعة للهيئة أسقطت طائرة حربية نوع سيخوي 22 بالقرب من منطقة التمانعة.